الشتاء جه وعايزين نشرب بقى حاجات سخنه، تعالوا نعمل مشروب سخن جامد جدا جدا. هتجيب كيس نسكافيه عادي خالص بجنيه، وهتجيب شوكولاته بيضه، دي كانت عامله 2 جنيه، يعني 2 عاملين 3 جنيه فقط. هتجيب الشوكولاته البيضه دي تسيحها، يعني تحطها في ميه دافيه، او شوف انت هتسيحها ازاي، سيحها يعني جوه الكيس وخلاص. انا هحطها في ميه دافيه لحد ما تسيح. بعد كده هتجيب كيس النسكافيه الصغير ده، هتحطه في اي كوبايه، وتحط معلقه ميه سخنه، وهتحط السكر اللي انت عايزه. نحط حبه سكر كده الله يعني، وهتقلبه بقى بايدك، لا اما هقلبه بالبتاع ده كده عشان يعمل فوم يعني جامد. فيلا بينا. بصوا بدأوا يعمل فوم اهو، فاحنا عايزينه بص يخليه فوم جامد جدا جدا. وهتجيب لبن عندك وتسخنه، انا هسخن اللبن اللي عندي ده في الكنكه يعني عشان يبقى اللبن سخن. شايف شايف الفوم التمام، الفوم التمام حرفيا بتاع دي طلعت جامده جدا جدا. بعد كده تجيب الكوبايه بتاعتك الجميله جدا جدا دي، وتحط عليها النسكافيه الفوم اللي انت لسه حاطه، يوالي 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 يوالي. والشوكولاته بتاعتنا ساحت خالص اهي كده، هقطعها كده حته صغيره كده فوق من المقص تمام، وهبدا ازين كوبايه كده من على الجناب بيها. بصوا بقى شكلها جامد ازاي من جوه. وبعد كده هننزل عليهم باللبن السخن اللي احنا لسه عاملينه. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ بعد كده هنجيب بقى بقيه الشوكولاته البيضاء اللي احنا قلنا عليها، وتسيب انا حبه في الاخر كده خباسه، وتزين بيها من فوق. طب ما بانش مش عارف ليه. يبقى احنا كده عملنا مشروب جامد جدا جدا سخن عشان الشتاء والكلام ده، بيتباع في الكافيهات اقل حاجه حرفيا ب 35 جنيه، عملناه ب 3 جنيه فقط لو احنا هنحسب ان اللبن ده عندنا، فجامد جدا جدا حرفيا. وريحته شوكولاته بيضاء جدا جدا. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. وروح جينا بس كده على اليوتيوب كده، عايزين نوصل برده 100,000 برده عشان دري على اليوتيوب والكلام ده، ومسي برضه على الانستجرام. وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.